مشاهدينا زي ما عودنا حضراتكم دايما بنطمن على الحاله المروريه من سياده المقدم مصطفى ابراهيم غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ اسراء. صباح الخير تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين. تحياتنا ليك سياده المقدم. طمني على حاله المرور النهارده الخميس نهايه الاسبوع. اغلب الناس طبعا مع انتهاء العام الدراسي في بعض المراحل الدراسيه الناس هتتوجه عشان تقضي اجازه الصيف. طمني على الحاله المروريه داخل وخارج العاصمه. هو طبعا النهارده الخميس طبعا هم من الايام اللي بيبقى له يعني طبيعه مروريه خاصه. تقريبا يعني الكثافات اللي بتبقى على مدار اليوم، الرحلات المروريه الطويله بتبقى اكثر على الطرق الفرعيه من المنطقه المركزيه والعاصمه للمحافظات لقضاء اجازه نهايه الاسبوع. بيبقى في تكثيف للخدمات المروريه في مناطق المواقف وفي مناطق محطات القطارات والاتوبيسات النقل العام. يعني احنا يمكن ما عادش لم يتبقى معنا من الامتحانات سواء الثانويه العامه، لا تبدا ان شاء الله اعتبارا من السبت ان شاء الله ربنا يعني يوفق ابنائنا جميعا في هذه الامتحانات. تقريبا يعني معظم المراحل التعليميه يعني اوشكت على انتهاء او انتهت بالفعل. طبعا ده بيبدا معانا موسم الصيف. الطرق بقى الصيفيه اللي بيبقى الشغل المرتفع موسمي اللي بيكثر في الصيف وبيقل في الشتاء زي طريق مصر اسكندريه الصحراوي وطريق العالمين والطريق الساحلي بيبقى هناك تكثيفات مروريه. لكن الحالة المرورية بوجه عام احنا بدأت تظهر معانا حالات الذروة المتاعية. سيادة المقدم تعليقا بس على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الحقيقة انا شفت في تحويلات كتيرة في الطريق ده. يمكن احنا كنا بنتكلم قبل دخول موسم الصيف اننا خلاص هنحاول ننهي التعديلات في الطريق ده والاصلاحات اللي موجودة فيه قبل التكدس المروري، وحضرتك عارف ان الصيف بيبقى طريق متكدس بشكل كثيف جدا عن اي وقت تاني خلال السنة. دي حقيقة. انا عايز بس يعني دي حقيقة انا باكد على كلام حضرتك، بس انا عايز اقول لحضرتك ان طريق مصر اسكندريه الصحراوي استلمته الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه 6 شركات مقاولات مختلفه ماسكه 6 قطاعات في الطريق على طول الطريق كله. هيتعمل بوابه تحصيل رسوم جديده بعد البوابه اللي موجوده دي بحوالي 700 متر في اتجاه اسكندريه. هيتعمل 18 كوبري التفاف على طريق مصر اسكندريه الصحراوي وهيتلغى فيه الدورانات الارضيه تماما. ان شاء الله باذن الله يا فندم كل هذه الاعمال هيتم الانتهاء منها باذن الله يوم 30/6 ان شاء الله. ان شاء الله يبقى طريق ان شاء الله يا رب. لكن على المستوى العام الحاله المروريه ما عندناش يعني اي مؤثرات داخليه ولا خارجيه، هي بس الكثافات العاديه الطبيعيه بتاعه يوم الخميس في المحاور الهامه زي كوبري اكتوبر وزي محور 26 يوليو وزي طريق مصر اسكندريه الزراعه والطريق الصحراوي. لكن الخدمات المروريه موجوده. اهم حاجه يعني الحاجه اللي تسعدنا قصه افرادكم ان الحمد لله ما فيش عندنا اي افتراض وقوع اي حوادث، وان شاء الله يعدي اليوم على خير ان شاء الله. ربنا يقفل بالسلامة ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده المقدم مصطفى ابراهيم غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. شكرا جزيلا ليك.